بحلقتنا من يوم جديد. احنا لازم دائما يكون ويانا ضيف بكل حلقه، لكن اليوم معنا ضيف الدكتور خالد وليد اللي راح نتحدث عن السعاده بحياتنا وشلون راح تكون السعاده بحياتنا. يسعد صباحك. صباحك. شلون صحتك دكتور؟ الله يسلمك ويبارك فيك. دكتور شنو هي سعادتك بالحياه؟ والله السعاده تختلف من شخص لاخر تعريفها، يعني الشعور بالامان، نشوف انه اولادنا ناجحين بحياتهم، نشوف انه نتائج عملنا يعني ظاهره ومقدره من قبل الاخرين، فصحتنا زين. هذه ويا العمر ايضا تختلف، يعني العمر يعني كل ما الانسان يتقدم بالعمر ايضا يصير عنده قناعات مختلفه اللي هي تجلب له السعاده، اللي هو فد شعور بالطمانينه والرضا عن النفس خلينا نسميه. زين نقدر نسمي السعاده هو يعتبر مادي ام معنوي؟ والله هسه نفس الموضوع، نفس التوازن، انه مادي عاده بالبدايه يكون الماده محتاجها الشاب حتى ياسس حياه وعائله لنفسه، وفيما بعد يكتشف انه هو ضيع فتره طويله بالجانب المادي، فهي حقيقة معنوية أكثر. والدراسات حقيقة بإنجلترا بال84 بالتحديد صارت دراسة أثبتت أنه التشجيع للموظفين يجلب لهم السعادة أكثر ويشعرهم بالرضا عن النفس أكثر من الزيادة المادية والعلاوات على الراتب. نعم. زين دكتور، ممكن الناس اللي حوالينا اللي احنا دائما بالمجتمع نكون قاعدين وياهم او نختلط بهم، نعم، هم اكو ناس يعني نقدر نقول يجلبون لنا السعاده وناس اللي تخلي حياتنا معكره من اكيد كلها. اكيد السعاده حقيقه فد صفه معديه، يعني انت اذا واحد يقعد بمكان دي يضحكون اجباري بعد فتره يصير عنده يعني اهتمام بجانب الضحك، وممكن ايضا ما يقدر يسيطر على نفسه. التعامل ويا ناس ايجابيين حقيقه هو اكيد يجلب السعاده، وتتعاملين ويا ناس يعني سلبيين خلينا نسميهم يشوف الحياه بمنظار يعني قاتم، اكيد يعديك ويعدي الواحد ويخليه ايضا يشعر انه غير سعيد. زين دكتور، بوقتنا الحالي صار الاعمار الصغيره والكبيره، ويعني قبل كنا نقول انت صغير شو عندك هم، ليش تزعل؟ نعم. ليش صح له لا؟ نعم. هسه تشوف يعني اعمار صغيره تيجي تقول لك، يقول لك اني ضايج، اني مهموم، اني يعني عندي ظرف مثلا خاص اللي ما ممكن يخلي اني اكون افرح او اضحك. نعم. فمن هاي الامور احنا شلون نقدر نبعد عنها؟ يعني ممكن انه اني اخلي نفسي، ما اقول لك انه 24 ساعه اضحك او اكون مكيفه، بس انما شيء بسيط يخلي شيء يجلب السعاده اللي بيومي او روتيني. نعم. اليومي بحقيقه اكو يعني الدول سبقتنا بكثير من التجارب. نعم. فنلاحظ كثير من الدول خاصه الاسكندنافيه ياكدون على جانب الرياضه، فعندهم فد يعني رذم بالحياه، فد روتين يومي ضروري انه عنده اكو رياضه صباحيه، مراكز الترفيهيه الرياضيه متوفره بكل مكان، المساحات الخضراء متوفره بكل مكان، احنا عندنا بالبلدان الناميه يعني حقيقه الدراسات عندنا ضعيفه بهذا المجال، وبالتالي نلاحظ انه كل الـ يعني المناطق المحيطه بسكننا دائما مبنيه، ماكو مساحات خضراء، المجتمع ما يشجع على الرياضه بشكل كبير، وخاصه العنصر النسائي. نعم. تلاحظ يعتبروها زياده، يعني ما يعتبروها من الكماليات بينما هي حقيقه تجلب الراحه النفسيه والسعاده للفرد. شنو الشيء يجذب للقلب احنا نقولها السعاده؟ الحب. بس الحب؟ والله الاطمئنان يعني هو اكيد يعني، ولذلك نشوف عنده ايمان في مساله ما، حتى ايمان يعني الديني، فتلاحظ شو. نعم. ايه هو يشعر بالرضا. برايك الحب يعني انت بما انه قلت الحب على طول، ايه تشوف انه هو يعني يجلب السعاده؟ ما تشوف انه هو يشلع القلب؟ لا يشلع القلب مرحله لاحقه، من الطرف الاخر يدق الطيبه ويا الجسم يشلع القلب. صح. اي صحيح، بس هو بالبدايه هو شعور يعني يشعر الانسان يعني يخليه يجرب مشاعر جديده، وهي هاي بحد ذاتها تجربه تجلب السعاده للشخص. يجلب السعاده الزواج بالتاكيد المفروض يجلب السعاده،
بس المشكلة انه نفس يعني المشكلة بالتربية الحقيقة. نعم. يعني تشوف الوالدة على سبيل المثال بشكل عام، ما اقصد والدتي. اكيد. زين، بشكل عام تلاحظين انه هي كانت مثلا في فترة ما تعاني من يعني خلينا نقول نوع من الاضطهاد مثلا من الأسرة، يعني من أو أسرة زوجها. نعم. وبعدين تكرر نفس العملية ويا بنت الناس مثلا، فهي معروفة عندنا بالمجتمع يعني. يعني اللي صار وياها تكرره مرة ثانية، تكرره ويا تشنع. مع العلم المفروض هي عندها تجربة سابقة يعني. اي المفروض تتجاوزها. التربية الابن ايضا نفس المشكلة، والابنية يعني الابن عندنا بالشرق الاوسط بشكل عام. نعم. بلداننا يعني يخلوه يشعر المجتمع بشكل عام مو بس الأسرة، يشعر ضمنيا وكأنه متفضل من يروح يتقدم للبنية، وهذه أيضا هذه مشكلة، لأنه هذه بعدين يريد هو يفرض فقط شخصيته. هي علاقة بين جانبين، إذا يعتبرها مثل صديقته مو زوجته كأنما هو مسؤول عنها من الألف للياء. نعم. راح يعيشون بسعادة بالتأكيد، يكون الزواج سعيد. إذا هو كان طريقة تفكيره سلبية ف نعم. هذا طبعا هذا من جانب، وجانب البنية أيضا تكون متفهمة إلى آخره، بس هي لأنها السيطرة عادة عندنا بالمجتمع للرجل، فهو يقدر يقود العائلة باتجاه السعادة أو باتجاه نعم. آخر. دكتور، اليوم بوقتنا الحالي صار عندنا مشاكل أو ظروف يعني بغنى عنها شنو هي الأسباب. نعم. لكن يقول لك السعادة دائما تبعدنا عن المشاكل وسلبياتها اللي بالحياة اللي تأثر علينا بيومنا. نعم. وبأمورنا الخاصة اللي احنا نصير بها. شلون احنا بهذا هسه وقتنا الحالي نقدر يعني نقول اني نخلي يعني نكون بعيدين عن هذا الاضطهاد والمشاكل، ونكون احنا دائما مبتسمين فرحانين ماكو شيء يأثر علينا؟ والله يعني احنا كأفراد الاختلاط بالناس الإيجابيين راح يجلب لنا السعادة. اكو نعم. ناس من واحد مهموم مثلا يهونون عليه، واكو ناس من يروح يتكلم ويا اخرين يزيد سلبيين يزيد الهم عليه. نعم. بس هذا الجانب يعني تاثيره محدود. بس كمجتمع نعم. يعني خلينا نتكلم من جانب علمي. علميا اثبتت الدراسات اللي على مستوى عالمي انه نعم. السعاده تجلب تزيد الانتاجيه مال الفرد وتقوي الاواصر بين المجتمع، تخلي متماسك اكثر. ولذلك ب 20 آذار من عام 2013 تقرر انه يكون يوم عالمي للسعادة، اقرته الأمم المتحدة، وهاي صار 5 سنين احنا نحتفل به يوميا يوم 20/3. ف الامارات مثلا اكو تجارب كثيرة بالعالم، الامارات عندها وزيرة للسعادة، وزارة ووزيرة، وايضا عندهم خطط يعني رائعه حقيقه. مهتمين بهذا الموضوع، مقتبسيها من يعني هذه كلها نتيجه دراسات، شلون تخلي المواطن يشعر باقصى درجه بالانتماء للبلد، شلون يعني يبذل اقصى عطاء عنده. فاكو شغلات معنويه، اكو طلبات ممكن موفرت لهم يا الدوله مثل ما احنا نقدر نقول، او الاشياء اللي تجلب السعاده مثل ما قلت. نعم. حضرتك اكيد راح يكون يعني ما عندهم فشيء سلبي بالتأكيد لهم. بالتاكيد هذا يقول لك اكو مقاله كن جميلا. نعم. ترى الحياه جميله، شنو دقه هذا الكلام؟ والله جميل في روحه للواحد، لانه هي يعني مو بس جمال الشكل. نعم. ف يعني تكون روحه جميله، متسامح مع الاخرين، يكون اكو اتذكر موجود يوتيوب بشخص من هذول اللي يعملون برامج المضحكة قصدك؟ لا مو المضحكة، العفو، يعني فكاهية، نتيجة دراسات نفسية يشوفك انه انت ممكن اي يعني تسيطرين على ردة فعل المقابل. فواقف قدام الجمهور واستدعى واحدة من البنات يعني شابة صغيرة فمندفعة، فقالها شو ما تريدين اهينيني قدمي إهانة، فهي تهينه انت اي اشفت انا كانه برنامج الاجنبي لما كانت تصرخ عليه بالضبط، صار عندها ردة انفعال يعني بشكل مطلق. قال شوف شلون سيطرت هي هسه، بس بعد فتره من قال هسه راح اسيطر عليها بشكل ثاني، قام هي من تتجاوز عليه هو يجاوبها بشكل ايجابي. أي. يمدحها، من تقول له مثلا حاشا سامعي مثلا انت غبي، يقولها ايه صحيح بس انت ذكيه بهالشكل هذا. زين دكتور، برايك هذا ما تقدر ما تستمر، هذا شيء صحيح؟
والله هو من الأكيد أكو ناس كثيرين إحنا نحبهم هو ما عنده يعني خلينا نقول ما مقدم لك شيء مادي بس إحنا نعتز بهم وبصداقتهم ونحبهم ونودهم دائما لأنه يعني ترتاحين وياهم ردات فعلهم دائما إيجابية لما تكونين أنت زعلانة مثلا تشوف يتحملك بعدين ممكن تعتذرين من منه أو منها أو إلى آخره فهيك ناس احنا نحتاجهم حقيقه بحياتنا اليوميه يجلبون لنا السعاده بايجابيتهم بما انه قاعد نحكي على موضوع السعاده وشلون احنا نقدر نجيبها بحياتنا اذا كانوا نعم. اشخاص اثنين مع بعض خلينا نقول او بالبيت او برا او شيء كانوا نعم. يعني بينهم مشاكل وواحد احنا نقول يعني ما دائما يقول لك واحد يلين واحد يشد شويه نعم. اذا كان الطرفين يشدون مع بعض وماكو اي تفاهم بالموضوع شلون احنا هنا نقدر ممكن يصير اكو تفاهم ونقدر ندخل شويه السعاده بالموضوع هذا هم اذا يعني اذا اثنيناتهم مصرين على الفوز كانما هو سباق وهذا نقوله من ثقافات المجتمعات من يعتبروه هذا السباق ياهو اللي صوته راح يصير اعلى ياهو اللي راح ينفذ اللي بباله ويجبر نعم. المقابل انه ينفذه هذه ما تصير حياه صحيه حقيقه حياة راح تبقى نكدية ومتعبة للطرفين حقيقة نعم. بس مع الوقت يعني المفروض من خلال تدخل الأصدقاء اللي هم خلينا نقول مسموح لهم بالتدخل يعني ماكو حساسية من الطرفين من يتدخلون البعض من الأهل لأن الأهل تعرفين يعني هذا نعم. أهل الولد مثلا محسوبين على الولد أهل البنية فإذا يتدخلون بيناتهم للإصلاح يكون طبعاً أصدقائهم مشتركين يكون لهم تأثير أكيد إيجابي يعني إحنا نقدر نحول من الحالة السلبية أكيد. المشاعر إلى الحالة الإيجابية معناتها أكيد بالتأكيد بالتأكيد يعني حتى ترى حتى بالشرع أكو يعني أكو يعني إلك عندك مرونة إنه ممكن أنا أقول لك مثلاً فلان مدحك هيجي وهي مو صحيح يعني أه. هو ما يعني بإصلاح ذات البين زين ممكن انه انا اقول لك فلانه مثلا حكت عنك بشكل جيد وراك انت متخاصمه وياها اي واقول لها نفس الشيء هو ما صاير هذا الشيء بس هذا راح يقرر بيناتكم ويعني يشيل هذا يهدي النفوس بالتاكيد اي اي زين يعني انت تشوف خلينا نقول اذا صارت مشكله بين رجال ومرته اي والرجال يعني تدري انت دائما يكون اندفاع بشكل مو طبيعي والمره هم نفس الشيء ما تتحمل اي كلمه والله نوبات لا يعني اعرف هواي حالات اي زين فالمره تكون يعني اهدأ عصبيه كلش عصبيه ويعني شو اسمه اوت اوف كنترول يعني ما يكون ما تسيطر على نفسها زين اي بهاي الحاله ما يعني ما تستاهل مرات تشوفين صوت عالي وهذا انت تشوفي الصوت العالي هاي ابسط شيء يعني بالبيت او باي مكان بدون شعور هو يراكم عندك لا الغضب يصير صح عند الاخرين المحيطين أكيد. فيصير على اتفه الاسباب ممكن تنخلق مشكله من لا شيء فالهدوء ضروري واحنا عندنا يعني الصوت العالي كلش يعني ها يعني انت يعني هسه تصير تقول انه الاصوات العاليه اكثر من النساء يعني هسه النساء اللي صاروا يعيلون اكثر بالرياجي تدرين مو يعيلون مو يعيلون اللي تورطينه لا مو بهالشكل هذا الرجال بطبيعته يفكر صامت الغالبيه يعني من عندي مشكله يعني برود اعصاب احنا نقدر مو برود اعصاب تبقى ببالي الشغله افكر بيها تجمعها حتى من يحكي وياي احد يعني بصعوبه انتبه على المعنى من الكلام مالته يعني اسمعه بس ما استوعب الكلام مالته ببالي مشكله مثلا انا دا افكر بيها في حين المراه يعني تجربه وهذا حتى علميا تقدر يعني تستوعب الحوار مع المقابل وتسمع الاخرين ايضا بنفس الوقت وتجاوب عليهم ويعني اكثر من عندها تركيز اكبر من اكثر من الرجل بكثير فغالبا هي تكون تشوفيها متنرفزه اي لانه بكل شيء تتدخل يعني ها يعني هسه صارت بكل شيء لا هي قابليتها هي عندها قابليه اعلى من زين زين اوكي هم يعني دائما معروف يقول لك الرجال عقله اكبر من المراه ولازم هو يحتويها وما يصير اي مشاكل حتى رجل قالها ممكن نتغلب لا شلون تتغلب عن المشاكل انت شلون عاده تريد تدخل السعاده ببيتك او ممكن تدخلها على اسرتك او على مرتك صح لو لا نعم. هاي ابسط الاسباب انك انت يعني حتى لو كانت المراه صوتها عالي نعم. او ممكن تغلط يعني ماكو احد معصوم من الغلط أكيد. بس ممكن الرجال يحتويها
بطريقه حتى. بس شوف اكو شغله هم اذا يعني تلاحظ بيها انه المراه ما تحب الرجال اذا يعني هي تحكي او تعصب ويكون ساكت. اي لا تريد تتمالح هي هاي وين شوف انت اعترفتي هي هاي المشكله. انا قاعد اقول لك اياها الصراحه يعني انت شنو لابسني ليش ما تحكي زين. اي تريد تريد عركه من لا شيء. لا يعني بس يعني طبعا يعني هواي حبابات يعني هن مو زين بس اكو هيك طبيعتهم يعني فهي مو قياس يعني لكل رده فعل رده فعل صح لو لا هاي بالفيزياء مساويه لها بالمقدار معكس بس هنا لا اذا واحد عقله كبير يعني يستوعب المقابل. ولذلك انا حقيقه غير يعني اشجع فرق العمر بالزواج حقيقه من زمان يعني انه يكون بينهم فرق جيد بالعمر مثل ايش قد يعني تقريبا حتى ما يصير تنافس يعني ايش قد اكثر حد يعني مو هذا ما نقدر يعني اكو ناس يبين عليها الكبر اكثر من غيرها اكثر 10 يعني بحدود 8 بلس ماينس ها لحد 8 يعني تقريبا يعني حتى اكثر هماتين اكو حالات ترهم بها زين اكو هوايه يمكن اكبر من العشر سنوات اي ممكن انا اقول معدل اكو ناس كلش اصلا يبين بقدها يعني حتى بحيويته ويعني نشاطه مو انت كل ما واحد يكبر كل ما يعني يكون يدور زين دكتور ايش قد الفرق بينك وبين 8 ليش طلعتي جاي 8 ها انت قلتها على مود 8 يعني معناته هيك اكو تفاهم انت برايك تدرين ليش؟ لانه راح يكون شو اسمه يعني شوفي جانب خلينا نكون صريحين زين الجانب الجمال بالمراه كلش مهم اكيد جمال الشكل والروح قصدك والروح وبالرجل جانب سعه يعني طول البال نعم. سعه القلب زين والحاله الماديه الى حد ما ايضا مهمه زين فهذه اللي هي المعايير العامه يعني نعم. يعني اكيد مو الكل تتفق وياي بهذا الشيء بس يعني وجهه نظر او هاي مو بس دكتور وجهه النظر وانما هاي قاعد يصير هذا الشيء بالعاميه قاعد نشوفه احنا بحياتنا عمليا هو أي هذا صارت هسه بهذا الوقت الحالي دائما الرجل شو اسمه مخلوق يحب انه الكل يحبون شيء جميل زين فمن زوجته جميله يتحملها اكثر يعني ها يعني هسه معناته احنا نقدر نقول الشكل يتغلب لا مو يتغلب هذا يساعد الرجل على انه يتغلب المشاكل اي يحل بعض المشاكل بس اذا هي لتشه زين اذا شكلها حلو ومثل ما قلت انت يعني تسوي مشاكل وعركات يضيع الشكل والله يضيع الشكل والله لو مهما تكون يضيع الشكل ما له كل قيمه تبقى يعني هو 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 عامل مساعد بس مو عامل رئيسي ويجلب السعاده الطيبه اي انا هوايه اتكلم عندي طلاب يعني بال كلية مثلا و اولادي يعني المهم انصحهم انه انت حتى من تختار احسن الاختيار يعني الشكل وحده بالبدايه يجذب كلش يعني فانت واحد يبقى زين دكتور المعيار الوحيد بس انت اللي افضل لا خلي تكون هي يعني تحس انه ايضا عندها سعه افق شويه ثقافه من عائله جيده بحيث انه حتى تستمر العلاقه مو بس هذه لانه انت من لما تكونين تحسبين حساب نعم للباك جراوند مالتك العائله فتقومين تحسبين حساب حتى التصرفات اي شخص صح رجل كان ام امراه فانت يكون عنده سيطره اكثر على تصرفاته وردات فعله. زين دكتور بما انه فتحنا موضوع الزواج وهاي الامور والامور اليوم راح اخذ راحتي. شنو رايك بموضوع الزواج اللي يكون مثل ما انت قلت قبل شوي قلت لا يعني لحد 8 سنوات اللي قاعد نشوف اكو فرق عمر كبير نعم. تكون البنيه صغيره نعم هسه قاعد نشوف تلاقيهم 15 سنه البنيه 16 سنه يعني لحد ما 18 سنه وزواج القاصرات مثل ما احنا نقولها والرجال اللي يكون يتزوجها اكبر منها ما يقارب ال 30 سنه ال 25 سنه يعني ضد هذا العمر تتزوج به البنيه يعني تماما بشكل مطلق تشوف اكو مشاكل اكثر بشكل مطلق الصير. حتى من جانب شرعي اكو تفسيرات مختلفه عليه ترى يعني مو صحيح هذا انا بوجهه نظري الشخصيه بعمري بتجاربي الاولاد بشكل عام امانه عند الاهل يعني الى ان يوصل الى مرحله هو يقرر بنفسه يعني الزواج حياه جديده ما ممكن اني اقرر بهالشكل عنها بهذا العمر الصغير يعني على حكايتك 14 و15 سنه هذا العمر هسه انت تاخذهم
المظاهر هذا ما عندهم تجربه. فانا بالنسبه لي اذا كانوا اذا عاشوا بعدها عيشه لا سمح الله سيئه فانا اكون الملام. المفروض انه توصل الى مرحله اللي هي تقدر تقرر بها، يعني يصير لها دور رئيسي واساسي. من يا امر تقريبا نقول فوق ال 18 لو لما تبدأ. اكيد اكيد فوق ال 18 حد ادنى. حد ادنى فوق ال 18 يلا تقدر تبدي تقدر تطلع على تجارب الاخرين، ما راح يصير عندها تجارب كافيه. زين وزواج الاقارب؟ يعني هذا حتى طبيا غير شو اسمه مفضل. مو مفضل. لا. دائما تشوف يعني يدخل لكل بيت من الزواج هذا يصير به مشاكل اكثر. اللي يتزوج بنت عمه او بنت خاله او تتزوج قرايبها، تشوف اكو مشاكل اكثر من اللي يتزوجون غربه؟ اكثر. انت خوش حكايه حكيتيها اكثر نسبياً. بس هي مو شرط يعني مرات يتزوجون يعيشون اكيد طبعا أي. عيشه مريحه بس احنا لا اذا نريد نجيبها كمقياس نسبي انه الاكثر احنا ما نقول. مفضل وما حد يفضل زواج الاقارب يعني في حالات استثنائيه. سابقا كانت هذه بنت العم لابن العم وفد شيء طاف وكانها مسجله باسمها يعني ما زال لحد هسه ممكن بيها بالكثير من العشائر والمحافظات عندنا. لا اكو لحد هسه دكتور يعني احنا اكو عادات وتقاليد ممكن احنا ما نقدر نطلع عنها. هاي يبقون يتوارثون نفس الخشم نفس هاي تريد تغير يعني كارثه اي طمغه كلهم يصيرون يعني هذا ها انت خفلان بس شوفه يا لازم واحد هم يفكر بتحسين زين اوكي يعني افرض مثلا هسه انت يعني تزوجت خلينا نقول او احد غيرك نفس الشيء طلع يشبه العائله ما طلع على حتى لو تزوج واحده غريبه اتامل احفادي يطلعون يعني يعني شويه احسن يتحسن الانتاج يعني انت انت عندك والله انا افكر بيها حقيقه يعني افكر من ناحيه مسؤوليه تجاه ولدي انه اختار لهم هسه انا واقع حال هذا شكلي زين بس افكر انه اخذ زوجه شكلها أكيد. جميل وروحها جميله ومن عائله نعم. اكيد كل هذه يعني مجموعه عوامل بس الشكل ايضا اساسي أكيد. يعني اكيد دكتور خلينا شنو ذنبه يطلع خلينا ناخذ اتصال من نور من واسط. صباح الخير. صباح الخير. اهلا تفضلي نور. ممكن احكي للدكتور؟ اي نعم تفضلي الدكتور وياك. تفضلي 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 نور. صباح الخير. صباح النور اهلا وسهلا بك. بالنسبه للسعاده اللي تحكي عنها وتقول يعني العمر فرق العمر والتوافق الاجتماعي مو؟ نعم. انا تزوجت واحد عمره 86 وانا 96 مواليد العفو. مواليد 86 لو عمره 86؟ لا لا مواليد 86. نعم. وانا 96 تزوجت 10/4/2017 تخيل اني 14/2018 انفصلت عنه. ماذا افهم زين؟ إذا ممكن بس يعني تعيدين الآخر كلمة شوية صوت. انفصلت ورا شقد؟ تزوجت الشهر الرابع انفصلت بشهر الواحد 2018 تزوجتي يعني بشهر خمسة أشهر مو؟ إي خمسة أشهر وعلى فكرة بقيت يمه يعني تقريبا شهرين ورجعت لأهلي لأن أي توافق ما صار بيناتنا ولا أي انسجام. من طرفك بنتي لو من طرفه؟ لا هو من طرفه ويعني بالمناسبة أنت من طرفك ما تقبلتي بشكل جيد لو هو ما تقبلك لو لا انا تقبلته بكل حالاته رغم يعني فرق اجتماعي وفرق بالدراسه وكل شيء بس هو يعني ما ادري يعني شنو يعني تصرفاته اسلوبه يعني حتى عمره يعني 86 بس تصرفاته يعني صغير. نعم نعم. فلذلك اضطريت ارجع لاهلي وانفصل احسن ما اكمل حياتي يا انسان. اه فانت قررت الانفصال يعني مو هو اللي راد ينفصل. لا لا انا قررت لان شفت اسلوبه وعقله يعني مو يعني مثل عقلي وانسجامي. نعم نعم بس انت متقبلته قلتي اه انت كنت متقبلته تقبلته تقبلته نعم، بكل حالاته بس شفت يعني العالم تحكي تقول لي انت كذا وهو كذا وشفت يعني هو اسلوبه وتصرفاته وياي وانت بديتي يعني ما خوش بدايه يعني قلتي شفته يعني ماكو توافق وانا انسحبت بسبب تصرفات معينه بس بعدين هسه انت من دخلتي قلتي سمعت حكي الناس هيك قالوا انت احسن او هو اسوء او الى اخره يعني هذا غلط. انا شفته يعني واستشاريتهم الناس مو غريبين اهلي يعني. نعم. اي فانا شفت تصرفاته واهلي شافوا تصرفاته فقالوا لي الافضل الانفصال. نعم. يعني هو من احاكي انا يعني مثل احكي وياه يعني كل ما تعرف كل رجال ومرا بيناتهم كلام خاص. نعم. انا القى يعني يستشار والدته. زين اقول له ليش انا يعني زوجتك غير نحكي عن وياك سوى يروح يستشار امه او اخته. نعم نعم
بابا اقول لك شيء، يعني ما اعرف يعني رغم عمره يعني كبير يعني متوسط هو بالعمر، بس ما يعرف كل شيء. مو ما يعرف بابا، هاي شوفي يعني انت يمكن يعني مع اعتزازي بيكم بنتي، يعني ممكن هسه تلقين انت مو تعترضين على هذا اللي يعني على تمسكه مثلا او انسياقه وراء اهله، بس انت يمكن هسه انتو نفس الشيء تربون اخوك، يمكن باكر عقبه ابنك نفس الشيء تربي. المشكله هسه احنا دنقول احنا نعاني من مشاكل معينه مع اهل الزوج مثلا على سبيل المثال البنات، وبالمقابل بعدين هذه التجربه مالتها ما تستفاد منها من تتعامل ويا لاحقا ويا زوجة ابنها مثلا. انا هسه نصيحتي لك زين، اول شيء البيوت اسرار مثل المجالس، المجالس يسمون امانات، البيوت اسرار. من الغلط كلش انه واحد يحس انه الكلام اللي دار بشكل شخصي بينه وبين زوجته ينقل حتى لو لاهلها، حتى لو لاهلها. هو اني ترى هو بالمناسبه هو اللي ينقل الكلام. اعرف هو يقدر، هو رجل. احنا نحكي احنا قاعدين بفرنسا بابا، لو احنا بالعراق هنا عندنا المشكله انه اكو عندنا قناعات مختلفه عن العالم، فهو عند المجتمع ينطيه حق انه يتدخلون اهله اكثر، هو مو صحيح بس هذا المجتمع ينطيه هذا الحق، بس من المسيء جدا للبنيه انه كان يتدخلون اهل البنيه بالموضوع. فانت تقدرين يعني انا نصيحتي بما ان انتم اوريدي يعني انفصلتوا مو صحيح؟ نعم انفصلتوا هسه؟ اي نعم انفصلنا. اي انا نصيحتي انه ابد ما تنطين بي مقابل اي احد، وهذا الوقت كفيل بالمناسبه انت تصرفتي تصرف ناضج، يعني انت لو مستمره على الخطا مالته ممكن يتفاقم مع الوقت، بس انت تصرفتي بتصرف مع الوحده يعني عاقله تفهم، فسحبتي نفسك بشكل لائق. فكرت ايه قلت يعني بعد يومين ثلاثه يصير طفل وكذا وما اعرف شنو، شفت التصرفات الانسان نفسه ما تغيرت. ممكن بابا يتحسن بعدين انت بدون ما تدرين، الناس ما تبقى على نفس النمط. القناعات تختلف مع الوقت ومع العمر ومع التجارب. انت هسه خليتيه بما انه انت اللي انسحبتي جبرتي انت انه يعني لا يعني بالمناسبه استاذ اني الزوجه الثانيه إله يعني ذيك الحماتين الاولى يعني ما طولت ويا اقل من سنه هو حسب كلامه يقول لي انفصلت من عنده. ما يهم بابا، هسه هذا بالعكس هذا يقوي موقفك اكثر، يقوي موقفك. تدرين ليش؟ لانه هسه اللي يعرفون عنده تجربه سابقه فاشله ما حد ينطي الحق. يعني انت لو اول وحده متزوجها كان ممكن ينطوا الحق البعض، بس هسه من عنده تجربه سابقه فاشله ايضا معناها راح يلوموه له. فانت صبري شويه طولي بالك بابا، انت صرفتي تصرف جيد انه انسحبتي من حياته لان شفتي النتيجه مالتها انه يعني برايك تصرف غلط؟ لا مو خطا، انا ما شجعت على الانفصال، انت امر واقع انفصلتي، بس انت هسه تقدرين يعني ما تنطين بي امام احد على الاطلاق لا اهلك ولا غيرهم. وبعدين هذه الايام احتمال هالسنه احتمال سنه الاخ احتمال ورا سنتين شوفي يرجع هو نفس الشخص بشكل مختلف تماما، واحتمال ترجعون افضل من السابق ويكون انت تصرفك كان هو اللي وصل العائله الى شيء ايجابي. زين دكتور نعم يعني مقاطعتك، افرض هي حاليا مو منفصله، خلينا نفرض انها هي مو منفصله، شنو انت ممكن تتصرف بهذا التصرف؟ هو تقول من الشهر الواحد احنا هسه يعني صار شهرين هي ببيت اهلها. اي خلينا نقول هي هسه ما منفصله عنه، فانت ما تنطي بي ضروري. الرجال ترى مثل لا مثل لا ممكن مثل الطفل يعني الرجال كل الاحوال ما نطيت بي. شلون؟ بقول انا بكل الاحوال ما نطيت بي. هو هذا الصحيح. هذا الصحيح حتى تخلين يعني مجال لعوده المياه لمجاريها. اذا كان تحسن وشفتيه بشكل جيد فتقدرون ترجعون وانت مطمئنه انه راح تصير الامور افضل. وبابا هم ايضا يعني اكو مساله انه الواحد يكون واقعي، يعني مرات انهم انت هذا نصيبك، انا مو اقول ايش تقبلين بي على علاته، انت تحاولين تصلحين الوضع، بس حاولي لا تقارنين حياتك. يعني من الشغلات اللي تبعد السعاده عن حياتنا المقارنه، واحد يقارن لبسه مع الاخرين، يقارن سيارته، يقارن زوجته، يقارن زوجه، ما ترتاحين، ما تشعرين بالسعاده. اخذي الامر واقع، وانت سويتي تجربه وانت تقولين متقبلتها للشخص هذا.
وبالتالي اعملي على سويه هو المشروع مالتك بروجكت اصلحي. انت سويتي خطوه كلش جريئه وكلش ناضجه من سحبتي نفسك من عده، هذا انا متاكد. وكونها يعني زواج الثاني له يجيك بعد فتره، وتذكري هذا كلامي ان شاء الله. شكرا دكتور. شكرا لك. اهلا بابا، هلا بيك دكتور. الكثير دا نشوف احنا من الحالات اللي ممكن تصير بها الطلاق، يعني نعم. على اي مشكله صغيره سواء كان اثنينهم ناضجين او سواء كانوا مثل ما انت هي البنيه قالت انه مو فد يعني عمر بينهم متفاوت بينهم. خلينا نبتسم هسه شويه لانه اي فالموضوع شوي تعاطفنا وياها فشويه هاي لازم احنا نبتسم. فهوايد نشوف يعني قاعد اكو طلاق يعني تأيد انه مرات الموضوع يحتاج بيه ان الواحد ينفصل عنه اكيد بدون ادنى شك يعني، بس غالبيه الحالات اللي تصير يعني ما تستحق ان يعني دكتور هسه مثل هاي الحاله اللي هسه كانت مع اللي اتصلت مع ويانا نعم. اتصلت نور اعتبرها كانها هي ما منفصله، انت لو اتصلت عليك وقالت لك راح تايدها انها تقولها خلاص كل من يروح بحال سبيله؟ أو انا ما اقدر لانه ما اني ما عايش حياتها، يعني نوبات تعرفين انه انا اقدر اتحمل من المقابل كثير زين؟ يعني هي مثلا عندها قابليه تتحمل من المقابل بس هي ما مستعده تنفصل. يعني نعم. تاثر عليها الوضع الاجتماعي. اكو ناس شخصيتهم اقوى ما يهم هذا الموضوع، يعني انه انفصل احسن ما اعيش حياه تعيسه. والافضل شنو دكتور برايك انت؟ انا رايي الشخصي انا مو مكانها، رايي الشخصي انه هي التصرف مالتها كان جدا ناضج لانه لازم ينبه المقابل، هو ما دام هي معه لا زال هو بعقده انه تفضل عليها وتزوجها، هذه العقده عند معظم الشباب. فهذه المفروض انه يعرف انه هو اخذ بنت الناس مفروض يعاملها بالتي هي احسن، مثل ما يريد الناس يعاملون اخته وبنته لاحقا هو المفروض يعامل بنت الناس بالتي هي احسن. يعني وما نتوقع من الزواج، ما اتوقع انه راح يعني شوف من العقد انه ياخذ عمر صغير على اساس انه راح اعلمها اربيها على ايدي، وش تربي منها؟ واحنا اطفال ساعدنا 7 و8 سنين وما نقدر نسيطر عليهم بالشيء اللي نريده. يعني يقول لك صح انا اربيها بالتوجيه عليك. التوجيه هو هسه انت تربيه حاليا اصعب بكثير من قبل، لانه هسه بالتابلت وبالشسمه والانترنت يعني كلش سيء هذه الايام زين، بس هو يقدر يطلع على كثير من الشغلات الطفل من يعني تجارب اخرين بدون ما نشعر، وبالتالي يعني افقه اوسع صار. ما يقبل افعل ولا تفعل بعد. كلش صعبه تعزليه عن المجتمع، صعبه جدا جدا جدا. لانه اذا عزلتيه بالبيت عند المدرسه راح يقولوا له اصدقائه كلهم صاروا انضج، وبالتالي انه راح يشوف انه هو وضعيته غير صحيه. دكتور تشوف انه المراه والزوج اذا كان اكو بينهم توافق وحتى ما يصير اكو مشاكل وبينهم سعاده بحياتهم، ممكن ان الرجال يعقل الطفل؟ يعني شلون ما يعني مثل ما يعني قبل شويه لما قالت انه انا ما جبت من عنده طفل صح؟ اذا نعم سمعتها نعم نعم. ما جبت من عنده طفل، قلت خليني انفصل قبل ما اجيب الطفل. تتوقع انه ممكن لو صار بينهم طفل او جاهل ما ممكن هالمشاكل تخف شويونه؟ لو مو شرط مو الكل يعني. احنا هنا مع الاسف مجتمعنا العراقي بالذات ما نعرف نعيش سعداء زين. يعني هاي احنا حقيقة. نجيب الهم من نفسنا. تدرين شلون؟ حتى اللي يصير عنده فلوس اي زين يصير عنده فلوس يقوم يعني شو اسمه يدور شغلات خاصه به. نعم يعني الفلوس ما تبين على العائله. احنا نقول من يصير باظافيره طحين. اي من يصير باظافيره طحين. الشيء الثاني احنا معظمنا حتى من يصير عندنا اطفال، الله يحفظ اطفالنا واطفال الجميع، حتى من يصير عندنا اطفال نحس بالواجب تجاههم اكثر من الحب، يعني يطغى على حتى الحب. احنا يعني نحبهم. يعني يهتمون بالاطفال بعدين يلا المره يعني بالمعنى. ممكن ينظر بالطفل على سبب تافه، كان وقعت بالمي كان تاذيت ينصح عليه، بينما شوف هسه بالمجتمعات الغربيه وانا حقيقه ايده مع العلم اكيد كثير هسه ما يؤيدون الكلام مالتي اللي هو تدخل الدوله. ما من حقك انت تضرب الطفل، ما من حقك انه عندك اكو حدود، ما من حقك انه انت
تأذيه جسديا. اتوقع انه اي عفوا لمقاطعتك دكتور، بالدول الاجنبيه اكو يعني اعمار ال 15 سنه وال 16، هم هناك عندهم تدري انت مو مثلنا فوق ال 18 وما بالغين، هم عندهم 16 الطفل البالغ من يروح يشتكي على ابوه او يقول له ما يشتكي انه هو ضربني او هو دا يتدخل بحياتي، عندهم بدول اجنبيه يقاضون الاب يقاضون الام اللي احد يشتكي عليها. اكو حاله يعني هسه موجود كثير يعني مثل حمايه الاسره احنا نسميها، عائله سوريه اكو موجوده على اليوتيوب، اي عائله سوريه دوله غربيه، فقاعدين بالمطعم سقط الصحن مال الطفل فانحرج الاب فنهرب بشده، اتصلوا وهم ما يدري قاعدين هم على الطاوله، اتصلوا على الشرطه جو اخذوا الطفل، اخذوا الطفل بعد انتهى هذه ثاني حاله ماخذين عليه تعهد انه ما ما ينطوا هي بعد. أيه. حتى الام ما من حقها تشوفها لانه كانت اعتبروها شريكه بالجرم. شوف يعني حاله ماساويه حقيقه مؤذيه جدا، يعني ما حد زين دكتور تأيد هذا الموضوع انه الواحد يحط قانونيا يعني مبالغه، ما تشوف اكو مبالغه مرات جداً. الواحد ايه يصير عنده انفتاح اكثر يصير. مبالغه، هذه مبالغه من التعسف حتى بالسلطه، يعني هذه مبالغه كبيره جدا من الدول الاوروبيه، ما اريد ادخل تفاصيل يعني يجي قاعد واحد يعصي اهله، دا يجبروه انه هو يعصي اهله ويجبروه يسوي ايه شيء غلط. مو صحيح، مو بهالشكل، احنا عندنا اكو حد ادنى، يعني الايذاء الجسدي احنا نعرف هسه حتى ترى بالقانون العراقي اذا الام او اي احد ياخذ حتى لو جيران يقول له شوف هذا يعني اثار عليه مال اذيه جسديه بالقانون ايضا يحاسبه. بس دكتور اذا ترد نرجع للصدق، مو مثل الدول الاجنبيه لما يكون القانون هيجي، يعني احنا ستعال يعني على الطفل مثل ما انت قلت ماشي. طبعا قبل ما نكمل يعني هذا الموضوع كان يعني اتصال عماد من بغداد. صباح الخير عماد، اذا تسمعني. صباح النور. تفضل عماد. شلون ست؟ اهلا بيك، تفضل. الو؟ اسمعك. اسمعك انا، تفضل. شلون ست؟ عيوني، تفضل اهلا وسهلا. اذا تفضلت، ست انا عندي سجل على ابنها مزوجها وولد مزوجه. بس شويه شويه، عندك شنو؟ ست جهال. عندي سجل على ولد مزوجه وولد وابنها مزوجها. اي. ومرتي فيها صار ابوها شمره رابط قسمتي، وطبيناتنا اخوها وهسه وصلت للطلاق. نعم. واريد بناتي وهسه قاعد وحدي انا بغرفه، زين؟ بناتي وجهالي ومرتي وهذا الشخص اخوها المعارض. نعم. طب بيناتنا ومرتي خليها تصيح المخبر، كنا داوم بالمعوقين، المدرسه مال المعوقين داوم بيها، مالت المحد مالت الوفاه مال كاظمين. زين؟ وقام تصيح المخبر خليها تصيح لي، تصيح لي خلص شاي، انا ابي شاي ابي ماي، طالع اصابة صحية ست. زين؟ هذا الاشتغل بالحلال الحمد لله والشكر، وهسه وصلت للطلاق يوم 29 يطلقها من عندي اخوها، يقول لازم تطلقين. نعم. هذا الشخص ما اريده، وانا اريد مرتي ابويا شمره ابويا صرع، لو شو بين بها عمره 100 سنه ولا تقسم ما يخالف، انا 73 وهي 78. زين؟ وعندي بنات طالين من اساسه ثلاثه ووليد وضايج عليهم اني. نعم عماد. نعم. وياك الدكتور، تفضل دكتور. اهلا وسهلا. الله يسلمك. دكتور الله يساعدك. الله يبارك فيك ويسلمك الله. ربي يحفظك، انا جاي اراعيكم على قناتك وكنت شاهد عليك. زين؟ الله يسلمك. انت رضيت عندي بنات ثلاثه وعندي وليد طالين من عندها وليد زوجه وابنين زوجه طالين هسه اربعه، واخوها لعب فينا طابه. يعني هذه. ما تحبها وريتها بها صارع وبها شمره واضف قسمته ما يخالف. نعم. زين شلون ارجعها؟ هذا اخوها معارض، صرت نبلح فيها طابه قام خليها تصيح المخبر بالهدوء انت وراضي ما اغلط عليها. نعم. زين وكل حال انا عاملها وخليها تنقلب علي طنطر. هي انقلبت عليك يعني؟ اي انقلبت علي، خليها اطلب الطلاق. زين قالت انا لو تموت ما اطلب الطلاق، كنت اطلب الطلاق هذه تقريبا صار لي سنه. عماد احنا بيناتنا نحكي، يعني هي المرأة من تطلب الطلاق يقول لك لي روح واحدة للقاضي يرد راضي، يعني هي من تطلب الطلاق معناها اكو شيء قبلها اضطرها لهذا الشيء، ولا هي تعوف ست ابناء وزوجها اللي تحبه مو سهله يعني. ف
فأنا أشوف أنه شوف هسه ما دام هي الوضع متأزم أيه؟ وأخوها كلش يعني مصر وهي أيه؟ يعني هسه لو بس أخوها كان غير الكلام بس هي أيه؟ رايدة الطلاق هسه حاليا أسمعها نعم أنت هسه بالمراضة أيه؟ هذه العيشة بين اثنين ما ترهم بالإجباري ألو أي تسمعني؟ أهلا دكتور أقول لك العيشة ألو الحياة الزوجية أسمعك ابني الحياة الزوجية نعم برضات الطرفين فإذا كانت هي حاليا عماد إذا تسمعنا بس نصي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون إذا ممكن حتى تسمع الدكتور عماد تسمع هسه دكتور ألو عماد إذا تسمعنا اسمعنا من التلفزيون أوضح إليك وسكر التليفون شكرا لك عماد نعم شكرا لك اي نعم دكتور أي. على موضوع عماد احنا اي نعم ف يعني نقدر نكمل هي على اي اوكي هو هسه اذا يقدر يشاهدنا على التلفزيون نعم. ممكن يسمع الرد بما اقول لك انه اذا الحياه بين اثنين ما ترهم بالاجباري يعني انت ما تقدر تجبرها بقرار محكمه بس يبقى نفسها مو وياك انا اشوف انه انتم بعمر ناضجين عندكم 6 أطفال واثنين منهم متزوجين يعني صار لكم فترة طويلة متزوجين وبالتالي هسه بما انه هم بحالة يعني غير مناسبة للإصلاح ما متهيئين نفسيا للصلح لا زوجتك ولا أهلها خلي الأمور تاخذ مجراها ببساطة أنا يعني ما شجعك على الطلاق بس أنت هي خارجة عن إرادتك هي إذا راحت المحكمة وقالت أريد أنفصل ومستغني عن حقوقي ما حد يقدر يقول لها لا أكيد طبعا وبالتالي هي تقدر تنفصل بس أنت لا تصرح تصريحات تجرحها بيها يعني خلي باب الود مفتوح بيناتكم هناك سمعها حتى لو صار لا سمح الله الطلاق سمعها انه انت متمسك بيها وهي عزيزة عليك وهي انت تحبها وام جهالك وما تقدر بلياها وممكن غلطت بحقها في بعض انا متأكد زين في بعض المرات وبالتالي انه حتى تخلي باب رجعة بيناتكم هيسه هي راد لها فترة يعني تستقر شوية تستقر نفسيا وتهدأ فانطيها هاي المهلة يا مر مو نهاية العالم ترى حتى إذا انفصلت لا سمح الله ممكن ترجعون بعد فترة يعني وترجعون بواهس أحسن من هسه فأتمنى إن شاء الله الله يهدي سركم إن شاء الله أكيد إحنا ما نتمنى إلا لكل الخير للناس أكيد وتهدي النفوس بينهم وإن شاء الله يعني لكل بيت يعني مثل ما إحنا نقول سواء عراقي أو عربي تدخل به وتجلب السعادة يا ربي لكل والأجانب العوائل يعني والأجانب للكل بس عراقي وعربي بس تدري لا شوف الأجانب إذا إحنا نرجع هم متغلبين بالسعادة أكثر أكيد ودائما إحنا ما نعرف دائما مثل ما أنت قلت دكتور بداية حلقتنا إنه إحنا نجيب الهموم لنفسنا إحنا نجيب مرات الزعل لنفسنا هم لا حتى لو يكونون زعلانين ما تشوفهم مبينين للعالم تلاقيهم دائما يبتسمون دائما المجتمع يساعدهم اي بالفعل ملتهين باشياء هوايه نعم. يعني تخليهم مستغنيه عن هاي الامور اللي هم ممكن نعم. تنعكس سلبي لهم أكيد. شكرا لك دكتور شرفتنا اليوم بهذه الحلقه شكرا سعيد بلقائي وياك تسلم شكرا لك دكتور اذا مشاهدينا هذه كان موضوعنا لهذا اليوم مع الدكتور خالد وليد لكن انتقاله الى الابراج خلونا نتعرف على الابراج والفلك مع سجينان دكتور ونقول هيسع صباحك